رغم تراجع استخدام المواد الأولية التقليدية في بناء البيوت، إلا أن القصر العتيق بورقلة لا يزال يشهد محاولات جادة من قبل الهواة للحفاظ على التراث المادي والدعوة بضرورة استخدام هذه المواد، تقول نسيمة كوشيل. شعور بالراحة والطمأنينة يحظى به الساكن بالقصر العتيق بورقلة. تغير الزمان وتفاصيله، لكن المكان ثابت ومعطياته تعلق بها أناس يمثلون روح القصر. اليوم رانا متواجدين في دار من الديارات، من الديار اللي تبنات بالجبس، اللي الناس تخلت عنها، وهي هذه المادة، هذه مادة محلية، وما شاء الله الله يبارك، يعني الريحه اللي رانا نشموها فيها، يعني تاع الجبس هذه، يعني كما نقولوا في الدار هذه، تقول ما شاء الله الله يبارك. مواد اوليه تتلائم، والمناخ الصحراوي تستعمل في بناء البيوت، لها ميزات عديده، لذا لم تستخدم عبثا، فهي تهدف ايضا لاعطاء جانب جمالي يريح المقيم والزائر على حد سواء. نتيم بها التسقيف، نسقف بها أسقف الموجودة كما تلاحظون، كذلك نستعمل بها إلى التلبيس، تلبيس الجدران، وهذا يتم، وكذلك التسقيف يكون مع المواد المحلية بالخشب النخيل. تيمشنت هي أحد أهم المواد الأساسية القاعدية للحفاظ على القصر بتراثه المادي لإعادة الاعتبار لها. حبذا لو يعني المجتمع الورقلي وخاصة أهل القصر يعني يتمسكوا بالترميمات بالمادة المحلية، وعلاش؟ ربما يكون يعني السر في أنه القصر راه مصنف من بين التراث الوطنية. لعل هذا المنزل يدعم الراغبين في الحفاظ على تفاصيل القصر العتيق وبعث نفس جديد لمنازل اندثرت يرجى إحياؤها بما كانت عليه قديماً.